هقضيها مع صحابي، هخرج شوية في البيت وبعد كده مع صحابي بس. هقضيها مع صحابي، بنقعد نتفق على خروجه وعلى اساس بيتم اليوم وبنقضيه. عم متولي، بمناسبة السنة الجديدة تحب تقول ايه؟ قول حسبي الله ونعم الوكيل. اكيد في شغلي طبعا. يعني مش تعمل اي حاجة جديدة خالص ثاني؟ يعني انا 24 ساعة في 24 ساعة واقف على الكمين. لا والله فتشني فتش. يوم راس السنة احنا برضو بننزل شغلنا هنا وبنقضي يومنا كله في الشغل. المفروض هي مش احتفال براس السنة الميلادية، المفروض براس السنة الهجرية اللي نحتفل بيها كأننا مسلمين يعني. لكن هي على حسب الروتين اللي بيبقى ماشي كل سنه كمصريين، ان راس السنه تبقى فرحه مثلا اكتريتها تبقى على فكره للاولاد الاطفال اكتر من الكبار كمان. انا بالنسبه لي راس السنه مع اولادي. يوم عادي بنزل شغلي ومن بعد ما اخلص الشغل طبيعي بروح. ما سمعتكش زينب كانت صدقتك. لسه بتغير عليا لحد دلوقتي. وبندعي بقى ان هي تكون سنه جديده ربنا يكرمنا، واللي ما اتحققش السنه اللي فاتت يتحقق السنه دي ان شاء الله باذن الله. بس